السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية ومشاهدي ومتابعي قناة مستر محمود التعليمية، اليوم إن شاء الله سوف نعرض لكم بعض خطوات السهلة والميسرة لكيفية المذاكرة والحصول إن شاء الله على أعلى الدرجات وتحصيل المادة العلمية في جميع المراحل الدراسية. طبعا هذا الموضوع يخص جميع الطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية وجميع المراحل الدراسية، وخصوصا المرحلة الثانوية العامة والأزهرية. فكيف تذاكر دروسك بطريقة سهلة وميسرة إن شاء الله حتى تحصل على أعلى الدرجات وتكون أو تقوم ب الحصول على أفضل كليات القمة التي يمكنك الحصول عليها لتكون مواطن صالح ينفع نفسه وبلده ويحصل على أحسن المراتب والوظائف في حياته العملية إن شاء الله المستقبلية. بداية نذكر بعض الأشياء كبداية، وبعد كده نقوم بتوضيح ماذا سوف تقوم به حتى تحصل على ما تريد. بداية التدريب على تمارين كثيرة قبل الاختبار وحلها، هذه حاجة بنحاول نجمعها ميسرة، وبعد كده بندخل على بعض التفاصيل. إن أنت تقدر قبل الاختبار بعد المذاكرة وبعد جمع كل المعلومات التي لديك لابد من عمل تمارين أو تجميع تمارين كثيرة حتى تتدرب على شكل وطريقة الاختبار وتقوم بحلها، ومن ثم التمارين أو الأسئلة الصعبة التي تكون لديك يمكنك البحث عنها وحلها بطريقة صحيحة حتى تتمكن من الإجابة عليها إن شاء الله. علم ما تعلمته عن طريق محاولة شرح ما فهمته، يعني يمكنك أن تأتي بشخص آخر أو يمكنك أن تتخيل أنك شخص آخر وتقوم بشرح ما فهمته له حتى تستطيع تجميع ما فهمت وتعرف ما إذا كنت قد فهمت الدرس أم لا، وبذلك تقوم بترسيخ المعلومة في الذاكرة. أيضا من ضمن الأشياء المهمة التي يجب عليك فعلها قبل المذاكرة، إذا كان لديك هاتف أو موبايل لابد من إغلاقه تماما حتى تتمكن من الاستيعاب والتركيز في المذاكرة، وهذا شيء ضروري ومهم مع عوامل التكنولوجيا الحديثة وسائل الإنترنت والبرامج وكل شيء وسائل التسلية والترفيه. فبهذه الطريقة لو أنك كان لديك هاتف وأنت تذاكر بجانبك فإنك تضيع وقت المذاكرة، فيجب عليك إغلاقه تماما تماما حتى تستطيع المراجعة والمذاكرة تماما، وبعد ذلك تستطيع أن تحصل على أعلى المراتب إن شاء الله. لا تواصل، خذ قسط كافي من الراحة، يعني بعد كل فترة تقريبا بعد حوالي ساعة أو 50 دقيقة يمكنك أخذ قسط من الراحة حتى تستطيع الاستيعاب الفقرة أو الجزء الذي تقوم بمذاكرته بعد ذلك. خذ استراحة متفرقة بين كل فترة وأخرى كما قلنا، غير مكانك، يعني لا تجلس في مكان واحد عند المذاكرة، يمكنك تغيير المكان حتى لأن هذا يساعد على تغيير المود اللي هو تغيير مزاجك وتغيير قدرتك على الفهم والمذاكرة، لأن تغيير المكان عامل مهم جدا ويساعدك أيضا في التركيز على معلومة واستذكارها وقت الحصول عليها. اطلع على اختبارات سابقة حتى تتمكن من فهم وحل بعض التمارين ومعرفة كيف يأتي شكل وأسلوب الاختبار الذي يأتيك وقت الاختبارات النهائية. كيف تذاكر دروسك بشكل جيد؟ أول شيء احنا قلنا اختر المكان المناسب،
يعني بداية لا تجلس في مكان به ضوضاء أو إزعاج، يجب عليك اختيار مكان هادئ يريح نفسك، وخصوصا يكون أفضل الأماكن المحببة لديك. يمكنك اختيار أو البحث عن مكان محبب لديك للحصول على القسط الكافي من الراحة وفهم الدرس بطريقة جميلة وصحيحة. نظم وقتك، يعني لا تقوم بالمذاكرة بطريقة عشوائية، ولكن يجب عليك تنظيم الوقت، معرفة كيف تقوم. بداية تقسم كل مادة على حسب فهمك لها، إذا كانت المادة صعبة تحدد لها أوقات معينة وأفضل الأوقات لديك حتى تتمكن من مذاكرتها. والمواد المحببة لديك يمكنك أن تختار لها أيام معينة حتى تستطيع المذاكرة، فيجب عليك تقسيم وقتك بطريقة صحيحة حسب ومدى صعوبة المادة التي لديك وعلى حسب الكم والكيف. رقم 3، استخدام طرق المذاكرة المحببة لك. في بعض الناس يذاكر بطريقة الرسم، وبعض الآخر يذاكر عن طريق رسم خرائط ذهنية، يعني تحديد شيء معين، كل حاجة بشكل معين. بعضهم يقوم بمراجعة كل فترة أو كل فقرة مع نفسه، بعض الآخر يقوم ب أو بطلب شخص آخر ليسأله ثم يجيب عليه. هناك طرق كثيرة، في بعضهم يقوم بكتابة الملاحظات المهمة التي فهمها وتدوينها وتلخيصها، في بعضهم يقوم باستذكارها أو مراجعتها كل فترة وأخرى على حسب الطريقة المحببة لديك. الطريقة السادسة، وهي تجنب التفكير السلبي. يعني لا تجعل نفسك تفكر بشكل سلبي، يجب عليك أن تكون إيجابي وتحاول فهم وتوضع لنفسك هدف حتى تصل إليه. في عندنا فقرة نسيناها، وهي وازن بين الفهم والحفظ. هناك أشياء لا بد من حفظها وهناك أشياء لا بد من فهمها، لا تجعل كل الأشياء للحفظ، فهناك أشياء تستطيع فهمها دون أخذ تعب أو قسط من التعب أو شيء من التعب في طريقة الحفظ، ولكن يمكنك فهم الشيء بسهولة ويسر دون جهد أو تعب أكثر من حفظها، وبذلك تستطيع أن ترسخ المعلومة في ذهنك أكثر من حفظها. الشكل السابع، وهو لا تجهد نفسك في المذاكرة. يعني إذا شعرت بالتعب الزائد يجب عليك أن تأخذ قسط كافي من الراحة حتى تستطيع أن تقوم بجمع المعلومات التي تريدها. يعني إذا كان لديك جهد أو تعب أو إرهاق فلا يمكنك أن تقوم باستيعاب ما يمكن استيعابه في وقت المذاكرة إذا كنت قد أخذت قسط من الراحة. يعني لا بد من أخذ قسط الراحة حتى تستطيع المذاكرة أفضل من مذاكرة في فترة التعب والإرهاق، لأن بذلك لا تستطيع الاستيعاب عند التعب. الجزء الثامن، وهو اهتم بصحتك وغذائك. لا بد أن تأكل غذاء صحي، لأن العقل السليم في الجسم السليم، والغذاء الصحي يساعد على الفهم والاستيعاب. وتنظم وجباتك بطريقة صحيحة حتى تستطيع الفهم والاستيعاب جيدا. آخر فقرة، وهي راجع ما تذاكره بصورة مستمرة. كل فترة لا بد من مراجعة ما تذاكره كل فترة حتى لا تنسى كل هذه الأشياء، ويمكنك استرجاعها بسهولة وقت الاختبار. في عندنا طرق أخرى للمذاكرة الممتعة. كيف تذاكر؟ وإحنا زي ما قلنا إن هذه الأشياء لا بد أن تراجعها جيدا وتعرفها، وتخص كل هذه الأشياء لجميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، إن كانت ثانوية عامة أو أزهرية أو مراحل هامة في التعليم. أول شيء توكل على الله، ولا بد أن تتوكل على الله، إن بداية أي شيء
لا بد أن نتوكل على الله لأنه هو المعين لنا بإذن الله تعالى. ثاني شيء، اعطي عقلك فرصة للراحة بكتابة أفكارك ومخططاتك بعد الدراسة. يعني اعطي لنفسك كل فترة قسط من الراحة تخطط ماذا سوف تفعل بكتابة أفكارك مخططاتك بعد دراسة كل فقرة أو كل مادة معينة. ثالث شيء، وهو خذ وقت استراحة ما بين 5 إلى 10 دقائق كل 50 دقيقة، قم فيها بنشاط بدني. يعني بعد ما تستذكر دروسك ما بين 50 دقيقة إلى ساعة، خذ قسط من الراحة ما بين 5 إلى 10 دقائق لتنشيط نفسك واستعادة نشاطك مرة أخرى من جديد عن طريق جهد بدني، جهد عضلي، تحريك، المشي، فعل أي شيء مقابل لذلك حتى تستطيع تغيير الجو الذي كنت فيه وقت المذاكرة. رقم 4، ادرس في مكان هادئ لا يساعد على النوم. لا بد من أخذ مكان يكون أو يتمتع بالهدوء. لا تجلس في مكان به ضوضاء أو به صخب أو أي شيء من هذا القبيل، لأن ذلك لا يساعد على التركيز. ولا حتى من ضمن الأماكن، يعني في بعض الطلاب يقومون بالمذاكرة فوق السرير أو بجانب السرير. لا، حاول تتجنب أماكن النوم وقت المذاكرة. لا تجلس على السرير ولا بجانب السرير، ولكن اجعل وقت المذاكرة ومكان المذاكرة يكون مكان خاص بها فقط، لا يساعد ولا يجعلك أن تفكر في الاسترخاء أو النوم. رقم 5، جهز وجبات خفيفة وابتعد عن الأطعمة التي تعطي دفعة طاقة كبيرة لأنها تشعرك بالنعاس. طبعا أكل وجبات خفيفة تساعد المعدة على الهضم بسرعة أفضل من أن تأكل وجبات دسمة كبيرة تجعلك تشعر بالاسترخاء والنوم، لأن كلنا يعلم أن الأكل الدسم أو بكميات كبيرة يجعل الدم يتجمع للمعدة حتى يساعد على الهضم، وبذلك تشعر بالنعاس دائما. ولكن خذ وجبات خفيفة بسيطة كل فترة أفضل لك حتى تساعدك على المذاكرة، لا الاسترخاء والنوم. لا الاسترخاء والنوم. رقم 6، قم بحجب مواقع الشبكات الاجتماعية. المقصود بها اللي هو غلق أي جهاز تليفوني بجوارك أو اتصال بالإنترنت أو تواصل اجتماعي تماما، اغلقه تماما وقت المذاكرة. اجعل الوقت المذاكرة مذاكرة وإلغي أي تواصل اجتماعي تماما تماما. رقم 7، وهو ابدأ باستذكار القوانين والقواعد الأساسية. أي شيء أساسي في بداية الدرس لا بد من استذكاره وفهمه وحفظه بداية. رقم 8، اختبر نفسك باستخدام بطاقات أو مطويات تحتوي على سؤال وجواب. هذا طبعا بتنعكس من شخص إلى آخر، في بعضهم يستطيع أن يفعل ذلك وبعضهم عنده قدرة لديه بالسؤال وجواب على نفسه. فإذا كان لديك القدرة على ذلك فيكون بالنسبة لك طريقة سهلة. وفي بعض الناس الآخرون يقومون بكتابة السؤال والإجابة في مطويات أخرى ويسأل نفسه، وإذا عرف الإجابة صار الأمر بالنسبة له سهلا، وإذا لم يعرف فإنه يستطيع أن يرجع إلى الإجابة التي دونها أو كتبها كملاحظة مهمة في بعض الأوقات. وهذا يعتمد على الفقرات الصعبة. يعني يمكنك فعل ذلك مع الأشياء الصعبة وليس كل الفقرات. إذا كانت لديك فقرات صعبة وتريد استذكارها وحفظها فيمكنك فعل هذه الفقرة معك. الطريقة 9، أوجد علاقات واربط بين المعلومات برسم شخصيات أو خرائط ذهنية. كما قلنا يمكنك رسم خرائط ذهنية أو معلومات أو فقرات أو موضوعات أو أفكار معينة برسم شيء معين، كل على حسب فهمه. يعني أنت يمكنك أن
ترسم شيء معين أو تكتب شيء معين كملاحظة معينة وقت الاستذكار تساعدك على استرجاع المعلومة بسهولة ويسر. رقم 10، رتب المعلومات بشكل متسلسل بتكوين جمل طريفة من الحرف الأول أو جمل ظريفة من الحرف الأول لكل نقطة. طبعا هذا تترتب من شخص لآخر. يمكنك ترتيب المعلومات إذا كانت عندك أحداث أو فقرات في قصة أو رواية أو شيء، يمكنك ترتيب الفقرات أو المعلومات أو الملاحظات أو الأحداث بطريقة جميلة وميسرة، ممكن بطريقة ذهنية، بطريقة رسم، بطريقة أي شيء، ولكن هذه تساعدك على فهم واسترجاع الأحداث بطريقة سهلة وميسرة. كيف تذاكر أيضا؟ بداية احنا قلنا تقسيم الدرس إلى عناوين رئيسية ثم تقسيمه إلى عناوين فرعية. هذا طبعا من أفضل الطرق. دي طريقة أخرى من ضمن الطرق التي بحثت عنها وجدتها، وهي تقسيم الدرس إلى عناوين رئيسية ثم تقسيمه إلى عناوين فرعية. يعني يمكنك كتابة العناوين الرئيسية والموضوعات الرئيسية، وبعد ذلك إذا كان كل عنصر رئيسي له شيء فرعي يمكنك تدوينه ورسمه بطريقة أو عن طريق رسم خريطة ذهنية أو شكل ذهني أو طريقة معينة لو عليها تسلسل أفكار معين بالنسبة لك. ثاني شيء، قراءة الدرس إجماليا وبسرعة. إذا كان عندك فقرة، عندك قصة، عندك رواية، عندك درس، عندك موضوع، يجب عليك قراءته بشكل سريع وإجمالي حتى تعرف مضمون الدرس، ثم تقوم بعد ذلك بالتلخيص والتوضيح. ثالث شيء، الاهتمام بدراسة الرسوم التوضيحية والمخططات والجداول. احنا قلنا لما يكون عندك درس توضيحي مخطط جدول شيء زي مادة حسب المادة المعينة التي أمامك، هذه تساعدك على فهم الدرس بطريقة سهلة وميسرة واسترجاع المعلومة بطريقة توضيحية. تعرف على النقاط الرئيسية وضع خطا تحتها وكرر قراءتها. يعني لو عندك نقاط رئيسية مهمة يمكنك وضع خط تحتها، والأفضل إن أنت تقوم بتدوينها ووضعها في دفتر خاص بك يمكنك الاسترجاع أو الرجوع له عند الفقرة المهمة أو عند الحاجة المهمة اللي أنت تريد استرجاعها إن شاء الله. رقم 5، ضع أسئلة تلخص الدرس ثم أجب عنها كتابة وشفويا أو شفهيا. طبعا يمكنك تلخيص الدرس بطرق أو أفكار معينة، ثم يمكنك وضع أسئلة لنفسك أو شخص آخر يقوم بسؤالك وأنت تجيب عليه بطريقة سهلة وميسرة. أيضا في أيضا في عندنا اللي قلنا يمكنك أيضا بالنسبة للفقرة رقم 6، توكل على الله وثق في نفسك وفي ذاكرتك. يعني لازم إن أنت يكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وتفعل ما عليك وإن شاء الله ربنا يعطيك كل خير ويعوضك وتحصل على أعلى الدرجات وأفضل الأشياء بإذن الله تعالى. طبعا رقم 7، حاول كتابة النقاط الرئيسية في الدرس والقوانين والمعادلات والقواعد. احنا زي ما قلنا تسجيل النقاط الأساسية والضرورية في دفتر خاص بك حتى تحصل على أعلى الدرجات الأساسية والمطلوبة إن شاء الله رب العالمين. رقم 8، المراجعة في صورة مناقشة ومحاولة لشرح الدرس. احنا قلنا يمكنك ان تراجع الدرس عن طريق مناقشة وحوار مع شخص آخر، ويمكنك محاورة نفسك في الدروس التي تستطيع ان تقوم بمناقشتها مع نفسك حتى تستطيع استرجاع المعلومة بطريقة سهلة وميسرة مع تدوين الأفكار الرئيسية لديك في دفتر خاص بك. رقم 9، أجب عن بعض الأسئلة الشاملة مثل أسئلة
الامتحانات السابقة. احنا قلنا هذا شيء ضروري جدا، فقرة ضرورية، واحنا بنهتم بهذا الموضوع. يجب عليك مراجعة الاختبارات السابقة للأعوام السابقة، هذه تساعدك على فهم ومعرفة شكل الاختبار وتحديد وقت الاختبار بالنسبة لك، وتعرف مدى قابليتك وحصولك على إمكانية لحل الاختبار بطريقة سهلة وميسرة، وتعطيك الشجاعة لكيفية حل الاختبار، ويكون بالنسبة لك خبرة في كيفية شكل الاختبار وحله إن شاء الله في شكل وبأسلوب سريع بإذن الله تعالى. بالإضافة إلى، في طبعا في النهاية احنا بنتمنى لك الاجتهاد. طبعا من ضمن الأشياء الضرورية والأساسية الاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد. وفي فقرة بنقدر نقولها: انجح من أجل أولئك الذين يتمنون فشلك. ضع في بالك أن كما أن هناك أشخاص يتمنون نجاحك وينتظرون نجاحك وتفوقك، اعرف أن في أناس آخرون يتمنون فشلك، فيجب عليك أن تنجح من أجل أولئك الذين يتمنون فشلك قبل الذين يتمنون نجاحك. برضو أيضا من ضمن الأشياء المهمة، ضع جدول مذاكرة للامتحان حتى تحصل على التفوق بإذن الله والنجاح. يجب عليك أن تضع جدول للمذاكرة أفضل لك، وهذا يعتمد على حسب كل مادة وحسب كل فقرة ومدى صعوبة المادة وكم المادة، يعني كمية المادة، هل هي مادة كبيرة، هل هي مادة صغيرة، هل هي سهلة، هل هي ميسرة، هل هي صعبة. كل هذا بيعتمد على ذلك، على حسب أيام الأسبوع والفترات المحببة لديك وفترات القسط من الراحة، يجب عليك فعل ذلك. بالإضافة إلى، طبعا في مقولة لوينستون تشرشل بيقول إن الجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة. يعني الإنسان اللي يكون عنده قابلية ويكون عنده إصرار على النجاح والحصول على أعلى المراتب، هذا بيكون أفضل من الشخص الذي لديه ذكاء وقوة ولا يعتمد على المذاكرة. يعني يجب عليك أن أنت تكون عندك تواصل، اجتهاد، مثابرة أكثر من الذكاء، لأن كل إنسان أكيد لديه نقطة الذكاء والقوة، ولكن بتختلف من شخص إلى آخر. فالشخص الذي يكون لديه الذكاء والقوة بالإضافة إلى المثابرة والاجتهاد أفضل من الشخص الذي لديه الذكاء والقوة فقط، وبذلك تحصل على قدراتك الكامنة لديك. أيضا طبعا هذا حلم الثانوية يمكنك أن تحصل عليه عن طريق الاجتهاد والمثابرة، وما في حاجة اسمها ماليش نفس أذاكر. هذه المقولة وضعناها في الآخر تماما حتى تجعلها شيء منسي تماما بالنسبة لك. ما في شيء اسمه ماليش نفس أذاكر، هذا بيعتمد على قدرتك ومثابرتك واجتهادك وإصرارك في الحصول على النجاح، وبذلك تحصل على النجاح. في فقرة أخيرة نريد أن نذكرها، في عملية الحفظ دائما ودائما ضع في بالك أن الحفظ أفضل الأوقات للحفظ بعد قبل النوم. يمكنك أن تقوم بحفظ الأشياء الصعبة قبل النوم، ولكن هذا يعتمد على قدرتك وقابليتك. يعني لازم يكون عندك جاهزية، تكون جاهز للحفظ، تحاول تحفظ قبل النوم بفترة، وبعد كده تنام، تقوم من النوم تراجع نفس الفكرة أو المعلومات اللي أنت قمت بحفظها، إن شاء الله بتستطيع تحفظها. ولكن الأشياء، العلماء قالوا أن أفضل الأشياء أو أفضل الأوقات للحصول على الأشياء التي يمكن فهمها بعد الاستيقاظ من النوم، لأن هذه الفترة بيكون أفضل الأوقات أن يكون ذهنك حاضر وجلي وواضح ومستعد للاستذكار والفهم. يبقى عندنا أفضل طرق أو أفضل وقت للمذاكرة والحفظ قبل النوم،
حتى بعدها يكون جسمك أو عقلك يأخذ قسط من الراحة وتقوم بالاسترجاع في الصباح مع المراجعة. ولكن أفضل وقت للفهم وهو بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر، وخصوصا بعد صلاة الفجر، هذا يكون أفضل لك للاسترجاع والفهم. طيب، بالإضافة إلى، نستطيع هنا أن نقول أتمنى لك النجاح إن شاء الله لجميع المراحل الدراسية، ويجب عليك، يجب لكي تنجح أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل، وبذلك تستطيع أن تحصل على النجاح والتفوق. ولا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به. عندنا مقولة مشهورة لدكتور مصطفى نور الدين بيقول: بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق تجذب القلوب. يعني لا يمكن أن تحصل على العقل وإعجاب الآخرين إلا عن طريق العلم. تحصل على العلم فتصل إلى ما تريد، الاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وعليك بمراجعة القرآن لأنه يقوي الذاكرة وينميها، وفي نفس الوقت يساعد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى والاجتهاد والمثابرة، وبذلك تستطيع تحقيق أمانيك إن شاء الله، وهذا يقربك من الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى، في النهاية طبعا بعد كل هذا إن شاء الله، لا يضيع الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فنستطيع أن نقول ألف مبروك النجاح، وبذلك تحصل على التفوق وأعلى الدرجات، ومن ثم تدخل في الحياة العملية وهو الحصول على الوظيفة والراتب الأعلى، وهذا يعتمد على حسب قدراتك. وبذلك نستطيع أن نقول في النهاية شكرا لك، وبهذا تصل إلى أعلى الدرجات، وإن شاء الله نتمنى لك النجاح وتفوق والوصول إلى أعلى مراتب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقرتنا في قناتنا، قناة مستر محمود التعليمي. أتمنى لكم النجاح والتفوق بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.